غزة المدينة الصغيرة القديمة قدم التاريخ، تركت بصمتها على مر العصور والسنين، واجهت الغزوات والحروب والهجمات وبقيت صامدة. تعالوا نحدثكم اليوم عن غزة. أما غزة فتعني في اللغة القوة والعزة. جغرافياً اكتسبت أهميتها من موقعها الحساس، فهي ملتقى قارتي آسيا وإفريقيا وخط الدفاع الأول عن فلسطين والشام ومصر، لدرجة أنها كانت ساحة للمعركة للعديد من الحضارات. بنيت غزة ودمرت عدة مرات، وبقي العناد والأمل الصفة الملازمة لأهلها الكنعانيين. بعد الحرب العالمية الأولى بدأ فصل جديد تعيشه غزة، فمن خلالها دخل القائد البريطاني أدموند ألينبي مدينة القدس واحتلها بعد معارك ضارية مع العثمانيين. أحكمت بريطانيا قبضتها وحددت أهدافها لتهيئ قيام وطن قومي يهودي وتنفيذ ما يعرف بوعد بلفور. وبانتهاء الانتداب البريطاني فرضت على فلسطين مواجهة طويلة الأمد بين أصحاب الأرض ومحتل لا تعرف له لغة ولا جنسا إلا أنه يدعى إسرائيل. النكبة كانت البداية لولادة جيل من الفلسطينيين اللاجئين. هجر الفلسطينيون من أراضيهم ونزح بعضهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. النكسة والتي كانت بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي لتنتهي بهزيمة العرب وتحتل فيها الجولان وسيناء والضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس. رفض أهل فلسطين الاستسلام، وظهرت حركات التحرر الفلسطيني ذات الخلفيات الفكرية المتعددة. لتمر السنوات على غزة ويتغير شكل الصراع، ففي عام 1987 انطلقت شرارة انتفاضة الحجارة من قطاع غزة، وفي العام ذاته أعلن تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس. قاوم الفلسطينيون المحتل بعملياتهم البطولية وبأدوات بسيطة، لكن هذه المقاومة أزعجت رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين لدرجة أنه تمنى أن يبتلع البحر غزة. بدأت مفاوضات سرية بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية دولية منح الفلسطينيون خلالها حكما ذاتيا برئاسة ياسر عرفات. في 28 من شهر سبتمبر عام 2000 دنس ما يسمى وزير الدفاع أرييل شارون في ذلك الوقت المسجد الأقصى لتنطلق غزة بانتفاضة جديدة كانت الأقوى. قاوم فيها الفلسطينيون الاحتلال بطرق جديدة وأساليب نوعية، ولأول مرة أطلقوا فيها الصواريخ محلية الصنع على المستوطنات المقاومة على الأراضي المحتلة، لينسحب بعدها الاحتلال من غزة. في عام 2006 صعدت الانتخابات بحركة حماس إلى سدة الحكم، الأمر الذي لم يرضي إسرائيل ولا الرباعية الدولية. حوصرت غزة لإسقاط المقاومة، لكن أهلها تشبتوا بمقاومتهم وصمدوا في 3 حروب. ناهيك عن الجولات القتالية المتكررة، وليرتقي مئات الشهداء وآلاف الجرحى. ولحقت بالبنية التحتية أضراراً جسيمة لم تتعافى منها إلى يومنا هذا. غزة يسكنها اليوم أكثر من 2 مليون إنسان، تعاني من حصار لأكثر من 13 سنة، ليكون أطول حصار في العصر الحديث، ولتصبح أكبر سجن مفتوح في العالم. لكن انتظروا هنا، في الجانب الآخر لمقاومة غزة، فبعد أن كانت قلعة دفاع أصبحت حصن هجوم. غزة المدينة الوحيدة التي كان لديها الجرأة لقصف تل أبيب بصواريخ صنعها أبناؤها. قامت بصناعة وتطوير طائرات الأبابيل بدون طيار، وصناعة بندقية قنص فلسطينية النوع وتسمى بالغول. وأنتم ماذا تعرفون عن غزة؟